بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو مارك فاست. مارك فاست الاسم العلمي هو كلوروزوكسازون بالإضافة إلى إيبوبروفين. مكونات دواء مارك فاست: يحتوي دواء مارك فاست على كلوروزوكسازون باسط للعضلات المتشندة، وإيبوبروفين مضاد للالتهابات اللاسيترويدية أو الغير سيترويدية، حيث يعمل على تسكين الألم والحد من الحمى وارتفاع درجات الحرارة. عادة ما يصف الطبيب كبسولة 3 مرات يوميا من مارك فاست للعضلات، وتؤخذ بعد الأكل. يمكن استخدام مارك فاست لشتى أنواع الألم العضلي مثل ألم الأكتاف وألم أسفل الظهر وتشنج الرقبة. بالنسبة لمارك فاست للسيدة الحامل، لا يجب على من يعاني من حساسية تجاه مارك فاست تناوله، أو أصحاب الأمراض المزمنة، دول الممنوعين من تناول مارك فاست. أول حاجة، من عنده اللي عنده حساسية تجاه مارك فاست أو مكوناته. بعد كده أصحاب الأمراض المزمنة مثل القصور الكبدي، القصور الكلوي. ثالث حاجة، المرأة الحامل. رابع حاجة، المرأة المرضى، لأن استخدام مارك فاست بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضى بيضر الطفل، سواء الطفل الجنين أو الطفل الرضيع. أيضا مرض الزئبق والنزيف المزمن وأصحاب الاضطرابات المعدية الشديدة عليهم الحذر من تناول مارك فاست. طيب، إيه الأعراض الجانبية نتيجة تناول مارك فاست؟ طبعا زي ما قلنا، المادتين الفعالتين الموجودين في مارك فاست هو كلوروزوكسازون وإيبوبروفين. لو كملنا كلام عن مارك فاست، فإن يستعمل مارك فاست بالمادة الفعالة الموجودة فيه اللي هي كلوروزوكسازون وإيبوبروفين، يستعمل لعلاج ألام المفاصل وعلاج ألام أسفل الظهر والتقليل من تشنج العضلات وعلاج ألام العضلات. طيب، بالنسبة للموانع، يمنع استخدام مارك فاست في حالة الحساسية لمكوناته والمرأة الحامل والمرأة المرضى. الآثار الجانبية: يمكن أن يحدث آلام بالبطن، ضغط دم مرتفع، حرقة بالمعدة، نزيف من الأنف. يستخدم بحذر تحت إشراف الطبيب عند مرضى الزئبق وكدمات أو النزيف أو اضطرابات المعدة وأثناء فترة الحمل وفترة الرضاعة الطبيعية. يوصى بعدم تزامن تناول مارك فاست مع الأدوية الآتية: البرازولام وأسبرين وأتوروفاستين وأليستريزين وديازيبام وإيزوميبرازول. بالنسبة لمارك فاست، دواعي استعماله: هون الأدوية التي توصف لعلاج ألم الظهر لأنه باسط للعضلات المتشنجة، يحتوي على مضادات التهاب غير سترويدية تقوم بتسكين الألم وخفض الحرارة المرتفعة، ويحتوي دواء مارك فاست على مادتين فعاليتين هم كلوروزوكسازون باسط للعضلات وإيبوبروفين مضاد للالتهابات غير السترويدية، يعمل من خلال التأثير على المراكز العصبية في الجسم. يستخدم أقراص مارك فاست لعلاج ألم أسفل الظهر، الانزلاق الغضروفي،
باسط للعضلات المتشنجة عند الرياضيين، علاج إصابات الركبة والأنسجة، مسكن للصداع، مسكن لآلام الأسنان، تخفيف أعراض نزلات البرد، مسكن لآلام الدورة الشهرية. بالنسبة للجرعة، يفضل تناول أقراص مارك فاس تحت إشراف الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، وهي من قرص إلى 3 أقراص في اليوم. بالنسبة لسعر مارك فاست في الصيدليات المصرية، 18 جنيه مصري لعبوة أقراص 250 ملغرام. بالنسبة لمارك فاست له بدائل، هي ميوفين وبروفينازون. ميوفين وبروفينازون. بالنسبة لمارك فاست، لو كملنا كلام، فإن مارك فاست هو أقراص لعلاج آلام أسفل الظهر وآلام العضلات والتخفيف من انقباض العضلات اللا إرادية من خلال التأثير على المراكز العصبية بالجسم، ويساعد في بسط وانبساط العضلات. يستخدم في علاج آلام أسفل الظهر، علاج الانزلاق الغضروفي، المشكلات العضلات عند الرياضيين، علاج الإصابات للأنسجة اللينة، يعالج مشاكل الركبتين، يستخدم لتسكين الآلام والعضلات، يعالج المشاكل العضلية التي تعيق الحركة، يعالج آلام الصداع والرأس وآلامها، يعالج آلام الأسنان. بالنسبة لموانع استعماله، يحظر تناوله في حالة الحساسية لمارك فاست أو مكوناته، أيضا في حالة تناول فيتامينات أو أدوية للقلب، يجب إخبار الطبيب أولا، وأيضا الدواء غير مسموح به في فترة الحمل وغير مسموح به في فترة الرضاعة الطبيعية. بالنسبة لسعره، زي ما قلنا، متوفر بتركيز 250 ملغرام، سعر العبوة 18 جنيه مصري. وفي نهاية الفيديو، شكرا لحضراتكم، والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك وعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كملنا كلام عن مارك فاست، فإن يستخدم استعمالاته يستعمل مارك فاست بالمادة الفعالة الموجودة فيه، اللي هي كلوروزوكسازون وإيبوبروفين. يستعمل لعلاج آلام المفاصل وعلاج آلام أسفل الظهر والتقليل من تشنج العضلات وعلاج آلام العضلات. طيب، بالنسبة للموانع، يمنع استخدام مارك فاست في حالة الحساسية لمكوناته والمرأة الحامل والمرأة المرضع. الآثار الجانبية، يمكن أن يحدث آلام بالبطن، ضغط دم مرتفع، حرقة بالمعدة، نزيف من الأنف. يستخدم بحذر تحت إشراف الطبيب عند مرضى الذئبة وكدمات أو النزيف أو اضطرابات المعدة، وأثناء فترة الحمل وفترة الرضاعة الطبيعية. يوصى بعدم تزامن تناول مارك فاست مع الأدوية الآتية: البرازولام وأسبرين أتوروفاستين وأليستريزين وديازيبام وإيزوميبرازول. بالنسبة لمارك فاست، دواعي استعماله، هو من الأدوية التي توصف لعلاج ألم الظهر، لأنه باسط للعضلات المتشنجة، يحتوي على مضادات التهاب غير ستيرويدية، تقوم بتسكين الألم وخفض الحرارة المرتفعة. ويحتوي دواء مارك فاست على مادتين فعاليتين، هم كلوروزوكسازون باسط للعضلات، وإيبوبروفين مضاد للالتهابات غير الستيرويدية، يعمل من خلال التأثير على المراكز العصبية في الجسم. يستخدم أقراص مارك فاست لعلاج آلام أسفل الظهر، الانزلاق الغضروفي،
باسط للعضلات المتشنجة عند الرياضيين، علاج إصابات الركبة والأنسجة، مسكن للصداع، مسكن لآلام الأسنان، تخفيف أعراض نزلات البرد، مسكن لآلام الدورة الشهرية. بالنسبة للجرعة، يفضل تناول أقراص مارك فاس تحت إشراف الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، وهي من قرص إلى 3 أقراص في اليوم. بالنسبة لسعر مارك فاست في الصيدليات المصرية 18 جنيه مصري لعبوة أقراص 250 ملي جرام. بالنسبة لمارك فاست له بدائل هي ميوفين وبروفينازون، ميوفين وبروفينازون. بالنسبة لمارك فاست، لو كملنا كلام، فإن مارك فاست هو أقراص لعلاج آلام أسفل الظهر وآلام العضلات والتخفيف من انقباض العضلات اللا إرادية من خلال التأثير على المراكز العصبية بالجسم، ويساعد في بسط وانبساط العضلات. يستخدم في علاج آلام أسفل الظهر، علاج الانزلاق الغضروفي، المشكلات العضلات عند الرياضيين، علاج الإصابات للأنسجة اللينة، يعالج مشاكل الركبتين، يستخدم لتسكين الآلام والعضلات، يعالج المشاكل العضلية التي تعيق الحركة، يعالج آلام الصداع والرأس وآلامها، يعالج آلام الأسنان. بالنسبة لموانع استعماله، يحظر تناوله في حالة الحساسية لمارك فاست أو مكوناته، أيضا في حالة تناول فيتامينات أو أدوية للقلب يجب إخبار الطبيب أولا، وأيضا الدواء غير مسموح به في فترة الحمل وغير مسموح به في فترة الرضاعة الطبيعية. بالنسبة لسعره، زي ما قلنا، متوفر بتركيز 250 ملي جرام، سعر العبوة 18 جنيه مصري. وفي نهاية الفيديو، شكرا لحضراتكم والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك وعمل شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.